كيف تتعامل مع ضيق الدنيا حسب ما جاء في الشرع. سادساً، أن تتذكر الموت. ولذلك عند أبي نعيم في الحلية قال بعض العلماء قال: من جعل الموت نصب عينيه لم يبالي بضيق الدنيا ولا بسعتها. ولذلك عند البيهقي كما ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: أكثر من ذكر هادم اللذات، فإن الموت، انتبه، فإن الموت ما ذكره عبد في ضيق عيش إلا وسع. سبحان الله، الموت إذا ذكرته في ضيق عيش يوسع هذا الأمر، وما ذكره في سعة إلا ضيقها. يعني ماذا؟ إذا كنت في ضيق فتذكرت الموت توسعت عليك الأمور. لما؟ لأنك تعلم أن المرد إلى الله. ولذلك إذا أصيب الإنسان ماذا يقول؟ إنا لله، إنا لله، نحن له جل وعلا ملكا وتدبيرا وتصريفا، ما الذي بعده؟ وإنا إليه راجعون. فاتك ما فاتك من الدنيا، أصبت ما أصبت، أنت ملك لله في تدبير الله، ثم المرد إلى الله عز وجل. أين أصحاب التريلونات والمليارات؟ أناس كانوا على وجه الأرض، أين هم؟ انتهى كل شيء. إنا لله وإنا إليه راجعون.